إلى ذلك احتج العديد من الأطباء المقيمين بالمستشفيات على غرار مستشفى عبد القادر الحسني بسيدي بلعباس. أين جاء هذا الاحتجاج بإعادة أو لإعادة النظر في قانون الصحة الجديد، بالإضافة إلى استفادة عمال الصحة من الإعفاء في الخدمة الوطنية بعد 30 سنة، كما طلب السلطات الوزارية بالتدخل العاجل؟ كان في التغطية كريم عاشور. نحن أطباء المقيمين عندنا مطالب شرعية، يعني اللي هي في صالح الطبيب وصالح المريض وصالح الخدمة العامة. أول مطالب هو إعادة النظر في قانون الصحة هذا الجديد، إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية الحالي، إعادة النظر في القانون الأساسي للطبيب المقيم الذي هو ظالم جدا ومجحف في حق الطبيب المقيم. ونطلبوا أنه تعاد الرؤية في كل كما يقول لك لو سيستيم دو سيرفيس سيفيل اللي هو الى ايشوي دو سا فورم اللي رانا فيها دركا، وماذا بينا نكون لنا طبعه ولا تكون لنا راي في هذا المجال. دو روفوار او بيان دوتوريزي لي ميدسان سبيسياليست دو لا ديسبونس دو سيرفيس ميليتير لورسكيل اتان لاج دو 30 عام كيفهم كيما كل المواطنين الجزائريين. المطلب الثالث هو حق الأطباء المقيمين في الاستفادة من أموال والاستفادة من خدمات الاجتماعية.